إخوان أخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بدون إطالة، الفيديو كتشوفوا يعني فيديو مختلف. بغينا نقول لكم من خلال هذا الفيديو وهذا المقطع هذا إن شاء الله عيدكم مبارك سعيد. نتمنى من الله تبارك وتعالى يعود عليكم إن شاء الله عيد بالسلامة والصحة والعافية باش ما تمنيتوا أنتم والأهل ديالكم. واللي عنده شي أمنية لا ديال الدنيا ولا ديال الآخرة الله يحققها ليه. اللي مريض الله يشافيه. غادي نعطيه ميقدر هذا. المهم الاخوان الاخوات كيف قلت، المهم اللي عنده شي حد من العائله عيان الله يشافيه، الله يخفف ما نزل. امين. وتحيه كبيره الوالده ام السعديه، موا عليك عواشرك مروكه. ما كرهناش تكوني معنا، ما كرهناش تكوني معنا، ولكن الله غالب الله يجمع الشمل ان شاء الله. الاخ ديالي احمد، الاخوان الاخوات ديالي كاملات، العائله ديال المندير، التريكة كاملة من جدود حتى العمام العمات الخوال الخالات والتريكة ديالهم كاملة. فكنقول لكم انتوما موا عليكم وعواشركم مبروكة وعيد مبارك سعيد. اش باغي تقول شي حاجة انت ولا؟ هاك تحية للعائلة ديال المندير كاملة. هاك زيد اسيدي منديرات كاملين، راحنا تبارك الله فرقة، غير الظروف راها مفرقانا، ولكن الحمد لله ولله الحمد. كنبغيو نسلموا عليهم من هنا وكنقول لهم مبروك وعواشركم. اخ ديالنا مندير، اخ محجوب مبارك رحال، كل شيء كيسلم عليكم. الاخوات ديالنا كاملين، تركة كاملة. سيدي كنقول لكم عيدكم مبارك سعيد جميعا، ونتمنى لكم الصحة والعافية وطول العمر إن شاء الله، ونتمنى الله يرزقنا حسن الخاتمة. اللهم تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. واللي ما مشتركش في القناة ديالي تربية الغنم يدوز عندي. أكنضحك معكم الإخوان تبارك الله عليكم. واللي باغي العيد الكبير مرحبا به، راه كاين الخروف، دخلنا نبيعو نشريو صح.